بالمرة الجاية إذا كنت تقول حبيبتك وشك مثل القمر تقبري قلبي، فحابب أقول لك إنك عم تهينا فعليا، لأنه وشي حيكون هيك رمادي مو أبيض. أنا أحمد وردي، أتكلم اليوم كيف يخدعنا القمر. تابعوني. أغلبية الناس بيشوفوا القمر باللون الأبيض، في ناس بيشوفوا أحمر، في ناس بيشوفوا أصفر، في ناس بيشوفوا فضي ملكي، أو ممكن يشوفوا بلون شعر ستهم. لكن الشيء المؤكد إنه الدماغ بيشوف النقطة المنعكسة من الإضاءة أكثر، وليقرب لك الفكرة أكثر من هيك. عنا اليوم هاي الفلفلة، لما الدماغ بده يميز اللون فهو بيشوف كمية الإضاءة المنعكسة من هاي المادة. فاليوم نحن عنا هاي الفليفلة هون، حتشوف انه اللون احمر فاتح. بنفس الوقت اللون من الطرف الثاني اللي فيه ظل حيكون احمر دموي غزالي. فبالتالي اللون الحقيقي لهي الفليفلة هو اللون الاسود، لانه انعكاس الاضاءة عم يحدد القمة القصوى لانعكاس اللون بهي الفليفلة. خليني اقرب لك الموضوع اكثر. تخيل معي سيارة جاية من بعيد لونه احمر، وبس تفوت لجوات النفق حيتحول لونه الأحمر غامق. هذا الشيء بدل على أنه انعكاس اللون مهم بنفس الوقت، لكن هذا الشيء ما بيطبق أبداً على القمر. ولأقرب لك وجهة نظري أكثر، خليني نزل الدكان شوي لفرجيك وين القصة. هاي التدرج لوني من الأبيض للرمادي. إذا حطينا مربع أبيض بالبداية، وبعده مربع أبيض، وبعده كمان مربع أبيض، وكمان أبيض، وكمان أبيض، إذا خبرتك اليوم إنه المربعات هي نفس اللون الأبيض ونفس الدرجة، لكن لما يكون بالخلف لون رمادي متدرج فدماغك حيشوف اللون الأبيض بقوة أكبر. ونفس الشيء بهي الصورة، إذا خبرتك إنه الأحرف A و B هن نفس الدرجة اللونية، لكن الضوء يتسبب بخداع عقلنا. إذا منشوف هي الصورة مربعين نفس الدرجة اللونية ونفس السطوع، لكن حتحس إنهم بلونين مختلفين. المشكلة بنعاني منها اليوم انه الدماغ البشري ما عنده مقياس طيفي لسطوع الالوان الموجودة عنده، فبالتالي نحن بعيوننا ما في عنا قطارات مثل الفوتوشوب تقدر تحدد كمية الالوان الموجودة. وكمية الاضاءة الموجودة في القمر تحددها انت بالنسبة للمكان المحيط بك. فبالتالي سبب بياض القمر انه ما في ولا جسم بقربه بالفضاء، فقط ظلام الفضاء الخارجي، والعين ما عندها إمكانية قياس كمية الفوتونات المنبعثة من القمر، علماً أن الأخير يعكس فقط 13% من الإضاءة التي يتلقاها من الشمس. بس إذا خلينا الأرض بجانب القمر بنفس اللحظة، حتقدر تميز لون القمر بأنه رمادي غامق، وحتنتهي نظرتك له على أنه هو أبيض فاقع جداً. وإذا افترضنا أن الأمريكيين وصلوا لسطح القمر، ففيكم تشوفوا أن الصور الموجودة قدامكم اللون الحقيقي لتربة القمر الرمادي. بنهاية المطاف بدعيك أنك ما تعزم مرتك مدة شهرين، لأنه هلأ أنت عندك كورونا وقاعدة بالبيت مجبر عليها طول الوقت. إلا يا أيتها الشمس اللامعة أو الحارقة. ولا تنسى تعمل عندي سبسكرايب. شكرا لكل الناس اللي عم يدعموني من القلب لكم، وإلى اللقاء جميعا. أنا أحمد وردي، خلينا نسكر بالكامل.